نحن نستخدم من الذخائر ما تكلفتها تفوق آلاف المرات الأهداف التي نستهدفها. وأعطيك مثال، نحن نستخدم نوع من الذخائر الموجهة التي تستخدم في العمليات الجراحية العسكرية، تكلفة القنبلة الواحدة 120 ألف باوند جنيه استرليني. القنبلة الواحدة 120 ألف جنيه استرليني تستخدم ضد أهداف أو جيب تويوتا قد لا يكلف 1000 ريال سعودي أو 2000 ريال سعودي. لماذا؟ لأننا نريد أن نصيب العربة العسكرية بدون أن يحدث أي أضرار جانبية. هذا هو يعني منهجيتنا في العمل. تستخدم قنابل غالية جدا جدا علشان تأثيرها يعني يكون يصيب الهدف بدقة. الآن المنهجية في العمل هي القنابل الموجهة. القنابل الموجهة هذه هي أعلى نوع القنابل الموجود. أنت تستطيع أن تستخدم قنبلة وزنها 2000 رطل في منطقة معينة وتعمل لك تفجير ويمسح المنطقة عن بكرة أبيها، لكن حقيقة الأبرياء ليس هذا هو الهدف. الهدف هو، ونحن لا نحن نعلن المقاطع الفيديو التي تتصور. الأخوة اللي يتكلمون هذا لا يتصورون الآن ما التقنية التي وصلت لها القوات الجوية. الطائرة عندما تقلع من القاعدة يتم تسجيل الرحلة صوت وفيديو ومعلومات داتا منذ أن يقلع من القاعدة.